إن أخطر شيء يتعرض له الإنسان هو الضغط النفسي، فقد وجد الباحثون في مئات الدراسات أن الضغوط النفسية الكثيرة جداً التي يتعرض لها الإنسان تؤثر أول شيء على عضلة القلب، ترهق عضلة القلب، تؤثر على الشرايين الأوردة، تؤثر على الدماغ، ويمكن أن تؤدي إلى النوبة القلبية. فالضغط النفسي له أثر كبير على جسم الإنسان، حتى إن هناك أبحاث تؤكد أن معظم الأمراض الجسدية منشأها نفسي، وبخاصة أمراض جهاز الهضم. ومن الدراسات الحديثة أنهم وجدوا أن الضغط النفسي الشديد جدا والمزمن إذا استمر سنوات طويلة سيؤدي إلى تطور ونمو الخلايا السرطانية. لذلك نجد القرآن الكريم دائما يخلصك من الاكتئاب، يخلصك من الضغط النفسي، ويأمرك بعلاج بسيط وهو التوكل على الله. نبينا هود عليه السلام عندما فقد الأمل من قومه لم يفقده من الله عز وجل، قال لهم: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.